واحدة من القرى اللي زرناها أثناء التواجد ديالنا بقبرة كانت هي قرية سوهيرس، قرية غاية في الجمال واللي جات فوق هضبة وكتعتبر واحدة من أجمل القرى البيضاء في الأندلس الإسباني. وفي وقت قصير بزاف أعشقنا هذه القرية هذه. بحيث في ما سيبتي عينك كتشوف الجمال الرباني والطبيعة الخلابة. كيف ما شفتوا معنا اخوتي، سوهيرس هي واحد القريه ماشي عاديه. فقط لمعلوماتكم، معلوماتكم اسبانيا كتعتبرها واحده من اجمل القرى ديال اسبانيا. اسبانيا عندها واحد المجموعه من القرى مصنفهم كاجمل القرى، وسوهيرس واخا صغيره ولكن شفتوا معنا علاش الحبايب، شفتوا معنا علاش دايره بجبوله، مناظر ماشي عاديين. كيف ما شفتي عينك كتدوخ ما شاء الله اخوتي. المهم دابا غنحاول اننا نمشيو ونشوفو نوريكم شنو تقدرو تشوفو كتر في هاد القرية الصغيرة. وميرادور دي لافيا كان واحد من أجمل الأماكن المطلة على مناظر غاية في الجمال، فلهذا كان واحد من أحسن الأماكن اللي زرناها في القرية. وبما اننا في الاندلس اخوتي، فبطبيعة الحال كاينه لمسه العرب في هذه القريه هذه كما كتشوفوا من مورايا دابا، قلعه العربيه كما كيسميوها هنايا. هذه القلعه هذه تبنات في القرن الرابع عشر وبناوها الموريسكيين ملي كانوا حاكمين في المنطقه هنايا اخوتي، ولكن من بعد ما استرجعوها الصليبيين في القرن الخامس عشر بغاو يدخلوا عليها تحديثات، فبناو ولا رمموها بواحد السيل رينيسانس يعني السيل العصري، باش يبدلو شو باش ما يخليوهاش كتبان عربيه، فهمت؟ المهم الله يهديهم كانوا مراتين بالعرب، فهمتي؟ كانوا كيحاولوا يمسحوا اي اثر، ولكن مع ذلك خلوا العرب واحد تاريخ كبير هنا. بعدين اخوتي في هاد البلاصه هادي كاينه هاد الساحه هادي كبيره هنايا واعره، وكاينين حداها الريستوران. شوفوا دوم الريستوران يعني ما تخافوش، حتى اذا جيتو هنا ما جبرتو فين تاكلو راه كاين فين تاكلو. اجيو تبعو مع بعض القلعه غادي تجبرو مطعم ريستورانت هنا، حتى لقينا واحد الاسبانيول كانوا طالعين خافوا عيوني يفتشوا على شي ريستورون شي بار، ما جبرو والو خافوا جاب لهم الله صافي. ولكن في الاخر كاينين هنايا كاين ريستورانت اخرين هنايا، يعني ما تخافوش لا خوف عليكم. بعدين اخوتي نمشيو نشوفو شنو باغي يتشاف هنايا شنو باغي يدار هنايا. ليتسكو عجبتنا القرية واحد الدرجة كبيرة بزاف، فلهذا قررنا أننا نرجع ليلة، وهاد المرة أننا نزور جميع الأماكن السياحية اللي تقدر تزورهم في القرية، فلهذا عاود رجعنا لها.
الثروه ونجينا دابا اهم مكان سياحي في قريه تويرس اللي هي واحد الكاف اسمه كوي باستيلوس مورسيالا مورسيالا صح الاسم ديالو هذا سمحوا لي اسمع الاسباني ما بغيتش نحط له شي حاجه يا يعني مورسيالا غوسيز هي الوطوطه اخوتي ترجمه ديالها سمحوا لي زعما سمحوا لي لا ما ندخلوا نشوفوا اخوتي شنو كاين فيها سبقى معنا شرينا التيكي ديالنا وغنعطيكم تفاصيل ملي نسالي من التور ديالنا شحال متخامش علينا الدخله وديك شي كامل سبقى معنا. قبل ما ندخلوا للكاف اول بلاصه زرنا هو المتحف الصغير ديال الكاف بحد ذاته اللي كيعرض التاريخ ديال الكاف وجميع المعلومات اللي متعلقه بالكاف شكون اللي عاش في الكاف والى اخره اخوتي. زيارة ديال الكاف كيكون معكم فيها جيد اللي كيرشدكم داخل الكاف واللي كيزودكم معلومات حول الكاف. اول غرفة داخل الكاف كتدخل الضوء الطبيعي ديال الشمس وهي الغرفة الوحيدة اللي كيوصل للضوء الطبيعي ديال الشمس واللي كان من قديم الزمن. هذا علاش هي اكثر بلاصه جبروا فيها بقايا واثار ديال الانسان اللي عاش في هذا الكاف طيله التاريخ. ونزولا في الدرج كتوصلنا واحد البلاصه اللي فيها رسومات اللي كترجع للانسان اللي عاش في الكاف منذ قديم الزمان وكيعتقدوا مؤرخين ومستكشفين ديال الكاف بان الناس اللي كانوا عايشين هنايا كانوا كيمارسوا طقوس معينه كيتقربوا بها من الالهه في المعتقدات ديالهم وكانوا كيرسموا في الحيط. ونزولا في الدرج استمرت الجوله ديالنا في بعض الاماكن كيكون فريمون ضيق انك تدوز منهم فلذلك الناس اللي عندهم فوبيا ديال الاماكن الضيقه غتجيهم شويه صعيبه زياره ديال هذا الكاف. ترجمة ديال الاسم ديال الكاف اللي هو كويفا دي لوس مورسي لاغوس هو كهف الخفافيش بحيث قالنا الجيد ديال هاد التور بأنه كان هناك يعيشوا مئات الآلاف ديال الخفافيش في هاد الكهف ولكن العدد ديال الخفافيش غادي يقل إلى 4000 تقريبا فقط وواحدة من الأسباب الراجعة لنقص الأعداد في الخفافيش هو بناء سلالم وإدخال إضاءة حديثة داخل الكاف من الزيارات السياحية. واحدة من الأشياء اللي جبروها داخل الكاف هو هيكل عظمي ديال واحد الشخص اللي من بعد دراسات اعتقدوا بأنه أقدم مزارع إسباني في التاريخ. ثمن زيارة ديال الكاف هو 7 أورو فاصلة 5 وفي عطل نهاية الأسبوع ولا في الموسم السياحي ديال المنطقة وخصوصا قرية سويروس كيبلغ عدد الزوار إلى 30 شخص وهو العدد المسموح به كأكثر عدد ديال الزوار اللي قدروا يمشيو في جولة واحدة. وأجمل شيء داخل الكاف هو متدلية الكهوف أو الأعمدة الهابطة ومن الحقائق المذهلة على هذه الأشكال هو أنها كتأخذ ملايين ديال السنين باش تشكل على هذه الأشكال هذه كتكون غالبا من المعادن الطبيعية الموجودة داخل الكاف وكيختلف اللون ديالها على حساب نوع المعادن الموجودة داخل الكاف. والنوع الثاني اللي كيكون صاعد من الارض اللي هما في الاصل نفس القطرات اللي كيتسقطوا من الاسقف كتسمى انابيب الصودا واللي كيقدر يبلغ الطول ديالها الى اطوال طويلة جدا. فتخيلوا معايا سبحان الله عدد السنين اللي كتحتاجها كل متدلية باش انها تشكل على هذا النحو هذا بحيث مقياس نمو ديال كل متدلية كيكون ما بين 0.13 مليمتر في السنة إلى 3 مليمتر في السنة لحسب نوع ديال المتدلية. فاش كتكون الجولة مكتظة بالزوار للكاف واللي طبيعة الحال كيف ما سبق لي شرتكم لأن أكبر عدد هو 30 شخص فالجيد ما كيدارش بشي لغة أخرى وما كيشرحش المعلومات بشي لغة أخرى من غير الإسبانية فقط ولكن احنا كنا محدودين حيت فهاد النهار هذا اللي زرنا احنا في الكاف كنا 10 ديال الناس فقط فلذلك كان كيدار بالإسبانية الزوار الإسبان والإنجليزية الزوار الأجانب. واحدة من الحاجات الرائعة داخل الكاف هو أن درجة الحرارة ما كتغيرش كتبقى ثابتة طيلة السنة واللي كتبلغ 10 درجات فقط.
is so short, man. You're the only one that is suffering. هذا علاش يعتقد المؤرخين المستكشفين الآثار داخل الكهف أن الإنسان البدائي اللي عاش في هذا الكهف هذا كان كيستخدم الكهف كمبرد للأكل وتخزين الطعام. وتم اكتشاف الكهف لأول مرة سنة 1938 من طرف جنود خلال الحرب الأهلية الإسبانية. وفي سنة 1962 كانت أول أعمال تنقيب أثري داخل الكهف. تبلغ المسافة داخل الكهف ما بين 3 كيلومتر إلى 4 كيلومتر تقريبا، وكيتوقعوا أنهم اكتشفوا أكثر من هذا مع مرور الوقت. أما بالنسبة للجولة السياحية داخل الكهف فبطبيعة الحال ما كتستغرقش هذه المسافة كاملة. وداخل الكهف كاين بزاف ديال الإرشادات واللافتات اللي تقدر أنك تستفد منهم، ولكن أغلبيتها بالإسبانية فقط. وأحسن تجربة كانت داخل الكهف هو أن الجيد كيطلع كيسبقنا في آخر مرحلة في الكهف وكيتيح الضوء باش تشوف نسبة ديال العتمة داخل الكهف. وقبل 180 مليون سنة كانت هذه المنطقة كاملة مغمورة بالمياه ديال المحيط. ومن الأشياء اللي استمتعنا بها في التجربة ديالنا هو الاستمتاع بمناظر طبيعية في الأماكن البانورامية خارج الكهف. من بعد ما سالينا من الكهف الخفافيش كانت المحطة التالية هي قلعة سوهيروس. واللي كيميز هاد القلعة هادي هو انها مبنية فوق صخرة ضخمة والمناظر الطبيعية اللي دايرة بها. ثمن الدخول للقلعة هو 3.5 ديال الأورو، ولكن إذا شريتي تذكرة شاملة اللي كتشمل الكاف ديال لوس مورسيوليغوس وأيضا جوج من المتاحف اللي مشهورين في القرية زائد طبيعة حال القلعة، ثمن ديالهم كاملين فقط 10.5 ديال الأورو، حيت الكويفا بوحديتها ثمن ديالها 7.5. بهذا كترخص زيارة ديال أكثر من بلاصة في تيكي الشامل. هذا علاش حنا شرينا واحد تيكي شامل نلين باش قدر تدخل تصور من داخل القلعة كيف ما كتشوفوا معانا دابا. ومن بعد المتحف الأثري توجهنا المتحف الثاني واللي هو آخر الأماكن اللي غادي نزوروها في البطاقة اللي شريناها بطاقة شاملة، اللي هو متحف كيعرض أشياء متنوعة من تاريخ ديال المنطقة، من أثاث المنزل، من الأدوات الفلاحية اللي كانوا يستخدموها، إلى أشياء متعددة ومتنوعة. We'll be right back.
واكثر بلاصه عشقتها وعجبتني صراحه بزاف هو الجسر المعلق في قريه سهيروس اللي جا في الظهر ديال الصخره العملاقه اللي مبنيه فوق منها القلعه ديال سهيروس. وطبيعة الحال مناظر اللي دايره بهذا الجسر راه اكثر من رائعه الصراحه. هادشي اللي كان في سويروس اخوتي دابا غادي نمشيو لاس لاغوناس. لاس لاغوناس لاغونياس لاغونياس غنمشيو لهاد الفيلاج هذا باش غادي نطلعو نتسلقو اعلى قمة كاينة هنايا في مقاطعة قرطبة اللي هي لاتينيوس اخوتي. اوكي سوبقاو معنا في فلوك ليماجي ان شاء الله باش تعيشو معنا تجربة وتشوفو اعلى قمة كاينة هنا في قرطبة كيفاش عاملة. الفلوك ديالنا هنا في سهيروس تالا كنتمنى يكون عجبك الفيلاج ديال سهيروس وكنتمنى اننا نكونو خفافين ظرافين عليكم. وشكرا بزاف على المشاهده ديالكم. عمري ما نقول لك عمل لا لايك لا سبسكرايب لا والو. بصحتك وراحتك فلوك ونشوفكم حاجات اخرى ان شاء الله. انا وايلا ولينكا نقول لكم هذا السخط هذا. السلام عليكم.